سيدة القطار. ده الاسم اللي طلع النهاردة على السيدة اللي هي اتعاملت بمنتهى الحنان وبمنتهى الجرأة وبمنتهى الشهامة مع الكمساري في القطر. كان في مجند ما كانش تقريبا معاه فلوس ان هو يدفع، فالكمساري اصر ان هو لازم يدفع الغرامة. ففي ست اسمها الأستاذة صفية من المحلة الكبرى تعاملت بمنتهى الحنان وبمنتهى الأمومة مع المجند ده، وأصرت إنها تدفع له. فبصراحة يعني تحية كبيرة جدا لهذه السيدة العظيمة. الست دي تعتبر أمنا كلنا، اتعاملت مع المجند ده على إنه ابنها بالظبط وأصرت إنها تدفع له. فبجد المفروض الست دي تكرم من الجمهور من الدولة. طبعا المواقف دي بتحصل كتير جدا قدامنا، وكل يوم احنا بنركب القطر وبنشوف المواقف ديت، ولكن قليل جدا اللي هو بيتعامل مع المواقف دي بإيجابية، قليل قوي اللي بيتعامل بإيجابية في المواقف دي. فهي حبت تحل المشكلة وأصرت إنها تدفع له. فبجد شكرا لهذه السيدة العظيمة، وبجد كلنا بنحيي السيدة ديت وبنقول لها ألف ألف شكر على هذا الموقف العظيم. شكرا ليكم، وأتمنى دايما تكونوا بألف صحة وعافية. شكرا ليكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.